احنا يعني بصدد زيارة الأسيرة عبير عودة، وهي أسيرة معزولة في الزنازين الانفرادية منذ فترة طويلة، وهي مريضة، وضعها صعب، و يعني سنزور عائلتها، وس يعني هي من أجل تسليط الضوء على الأسرى والأسيرات المعزولين كسياسة جهنمية وسياسة عقابية تقوم بها حكومة إسرائيل، لا تشمل فقط الذكور بل تشمل الإناث، وهي أقصى عقوبة تقع على الأسرى. وأيضا سنزور بيت الأسير المريض معتصم رداد، وهو مريض في وضع صحي حرج وموجود في سجن مستشفى الرملة منذ فترة طويلة. الحمد لله أهل الخير اشتار، ووزارة الأسرة والناس كلها ما بتسأل عنك، وتشثر الله خيرهم، شكرا لهم الجميع اللي بيسألوا عنا يما، إن شاء الله بتروحوا سالمين غانمين أنت وجميع المرضى والأسرة اللي عندكم كليات. احنا بنتأمل يعني انه تكون هناك جهود حتى يتم اخراجها من العزل وتم نقلها لسجن الدامون او اي سجن يعني بيكون فيه الاخوات الاسيرات، حتى تعيش يعني حياة طبيعية، لانه حياة العزل حياة صعبة جدا، ويعني ما اعتقدش انه في انسان بتحمل انه يكون سنة وثلاث شهور داخل العزل.